اطلعوا على السلم ده، في فوق باب مفتوح هتلاقوا جنبه سلم هينزلكوا ورا الفيلا. تاخدوا الطريق جري، لا تبصوا يمين ولا شمال. يلا يلا بشو. يلا حقك عليا يا رير يا اختي، انا عمري ما كنت هسيبك، انا كنت بقول كده بس. ماشي يلا بس قبل ما حد يشوفنا. بص يا كبير، مفيش حد فينا يقدر يأذي البنتين، ورانيا دي اختي، مش كده تبقى خطيبتي، وبعون الله اول ما نخرج من اللي احنا فيه ده وتاخد براءه تبقى مراتي. واحنا اكتر ناس في الدنيا بنخاف عليهم، واحنا متاكدين ان هم هنا. قبل اي كلام، المحامي اللي دلكم على البنتين خاين وما يتشفع لكمش. بص يا حاج، انت زي امي، وانا ولا هلف ولا دور معاكي في الكلام. اللي بلغنا محمود سباعي، بس هو كان قصده مصلحته، وهو موجود معنا في العربيه. ما تجيش العربيه، ما يلزمناش، هو كده كده اساسا ما يلزمناش. بس احقاقا للحق، الواد كان عاوز يجيب لهم براءه ويتسقط على حسهم، وبعدها كان هيجيبهم لنا برضه، بس هم دماغهم مش تمام، مش مظبطه، فهربوا. ومشكلتهم الكبيره ان هم فاكرين ان كل الناس ضدهم. ما رانيا تعبانه نفسيا ولسه هربانه من المستشفى. انا ما اعرفش انت عندكم معلومه زي دي ولا لا. الكلام ده عندنا، والمعلومه كمان عندنا، ولو عايزين معلومه نديكم كمان معلومه. طب ما حلو قوي اهو. طب ما بدل بقى المهديه وخد وهات وكل الكلام ده، ما احنا واقفين على ارض واحده اهو، ما نخلص. لا يا حبيبي، ارض الجبريه ما حدش بيقف معاهم عليها، نقف لوحدنا. طب بص يا حاج، احنا مستعدين ندفع 10 مليون جنيه وتسلمونا البنتين، قلتوا ايه؟ بص يا اخويا، ما فيش حد في الدنيا عاقل يقول لي اي رقم قدامه 7 اصفار يقول لا. بس احنا هنبيع لكم ايه؟ احنا البنتين ما يلزموناش، واحنا رفعنا من عليهم الحمايه. الجبريه لا بيشاركوا في ظلم ولا بياكلوا مال حد، والبنتين اللي انتم محموجين عليهم دول قالوا فيه كل ما يتقالش، واحنا نملك كتير، لكن اهم حاجه بنملكها نظافه يدينا. واحنا لا مؤاخذه ما بنحطش ايدينا الا في ايد ناس نظيفه، وانتوا بسم الله ما شاء الله ما يبانش عليكم النظافه. جريه كبير ده، حتى في كلام ما بيتقالش، ده احنا ضيوف عندكم ولا ايه؟ كبير يا راجل افضل. بالتين اللي اسمهم رانيا وسكينه خرجوا من اوضتهم تاني وعمالين يحوموا حوالين الاثارات، رجعتهم اوضتهم وجيت عشان ابلغك. البنتين دول مش مظبوطين يا كبير، لازم نخلص منيهم، يا نسلمهم يا نتويهم. طب احنا 5 وراجعين بالاذن، احنا يا حجه وصلهم على دور شاقه لفظات. امرك يا كبير. يا صالح، الصندوق ده كان مليان هتم تاني، ده انا عداهم، دول نفسين بتاع 2-3 مليون. يا نهار اسود يا ولاد الحراميه، فين المسخين؟ ناقص حتتين سلاح. البنتين دول اكيد مش لوحديهم، اكيد في حد بيساعدهم. يا لفظات، انا عايز الرجاله يبقى شاطوا المزرعه يشوف البنتين دول مين معاهم. وانت معاهم. اوامرك يا كبير الجبريه. يلا يلا يلا.